بصراحة احنا لعبنا شوط أول أكتر ممتاز زي ما حضرتك بتقول. ماتش الشوط التاني برضو ضيعنا فرص كتير، لغاية ضربة الجزاء. هو يعني ضربة الجزاء هي نقطة التحول للمباراة، بس لعيبة النهاردة بعد الجون استعجلوا شوية وكنا عايزين نتعادل، بس الحمد لله أنا بقول لهم أنتوا أديتوا مباراة كويسة النهاردة. ويعني بصراحة بنلعب فرقة كبيرة بتلعب كرة على الأرض كويس جدا، بقول لهم هارد لك، وبقول للجمهور اللي جه النهاردة ما نزعلش، ان شاء الله اللي جاي احسن. خلاص الماتش خلص، فكر في الماتش الجاي ان شاء الله. كان ممكن التعب ده يكون سبب من الاسباب هم جايين على الماتش ده على طول. احنا كان لعبنا ماتش كبير قدام الاتحاد، ماتش مش ما كانش سهل، دي ممكن تبقى سبب من الاسباب يعني. بس مش هنخلق اعذار، خلاص اللي حصل حصل والماتش خلص، ومفروض نركز بقى دلوقتي في الماتش الجاي ان شاء الله. يعني راضيين بالمستوى طبعا، يعني دي ماتشات كبيره، بس احنا ما كانش ده هدفنا. يعني احنا هدفنا كان اكبر من كده بكتير، كان نفسنا نلعب نهائي. الجيل ده عمل حاجات كويسه جدا، كان ناقصه بس ان احنا نلعب نهائي، ويعني ما حالفناش الحظ. خلينا نرحب بنجمنا النهارده كابتن عبد الحميد حسن، كابتن ميدو، مهاجم طبعا النادي الاهلي السابق، وكان من اللعيبه المميزين. احنا عايزين فراوده والله، بندور على فراوده، مش عارف بقى يرجع يلعب، انا شايفه خاسس كده ومظبط جاهز مستني جاهز لقياده يعني هجوم النادي الاهلي. ازيك يا كابتن ميدو؟ صباح الفل، اخبارك ايه؟ ربنا يخليك يا كريم، منور دايما انت اللي منور دايما. الله يخليك، ربنا يخليك يا رب. زعلانين النهارده على الماتش؟ انا مش زعلان، مش زعلان خالص. ليه بقى؟ لان النادي الاهلي يعني شرفنا في اهم مباراه اعتقد ان هي في تاريخه كله، مباراه الاتحاد. انا شايف الاتحاد جد. اه بالظبط، انا شايف الماتش ده كان هو بالنسبه لي كل حاجه. كان في تحديات كبيره جدا 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 وابعادها كبيره، فانا شايف ان الماتش ده جدير ان هو يخلينا كلنا مبسوطين. ان احنا نروح لحته بعيده في كاس العالم، لازم ان احنا نكون يعني بنتكلم على ارض واقعيه مش احلام. الاحلام مشروعه جدا لكن الواقع مش مشروع خالص. فيعني هنتكلم. قول لي، لا قول لي، انا عايز اعرف انت داخل داخله سخنه كده. انت دايما لا، هي تحديات. كلنا اتبسطنا، كلنا فرحنا بالاهلي وكنا فخورين بالنادي الاهلي وبادائه، لكن كان عندي امل النهارده، خصوصا المباراه على فكره ند بالند يعني. لا، هي مش ند بالند، انت بتلعب فريق، انا سمعت ان هو مش فريق جماعي وفريق بيعتمد على الفرديه الاكتر. لا لا لا. يعني معظم الناس بطل امريكا الجنوبيه وصفوا احنا قلنا شويه، انا امبارح قلت حتى ان عندهم اعمار سنيه وعندهم نقاط ضعف، ولكن فرقه كبيره في الاخر. لكن ليه مش الند بالند يعني؟ النهارده لغايه الشوط الاول الاهلي ممكن يكسب. يعني انا بالنسبه لي كنت شايف المباراه تبقى صعبه جدا لاسباب بعيده عن 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 اللعب الواقعي في الملعب. اولا احنا مش متعودين نلعب يعني جمعه واثنين، كل ثلاث ايام وبليفل عالي قوي. انت بتلعب يعني بتقفل اللعبه. فانت رايح ماتش اتحاد جده، وانا اتكلمت قبل كده في مقابله ان فريق اتحاد جده بجماهيره باعلامه ادتك دفعه معنويه وكل حاجه. عمرنا احنا كجماهير اهلي او اداره الاهلي او كباتن الاهلي عمرنا ما كنا نعرف نديها لعيبه الاهلي بالشكل اللي احنا شفناه وسمعناه والتحديات اللي احنا كنا بنسمعها. الرهيبه دي. فانت رايح المباراه دي وانا كنت متاكد ان احنا نكسب ماتش اتحاد جد. لان انت يعني ما ينفعش تتحدى المصريين في اي حاجه، مش في كوره بس، في اي حاجه. عشان كده الموضوع كان بالنسبه لي حلو قوي لما تحط. انا حتى طلعت انت مش عارف اتفرجت عليا ولا لا، قلت ما تستفزش الاهلي. عملت قبل الماتش اكيد انت هتقول كده، لان انا عارف يوم قلت ما تستفزش الاهلي. انا عارف كلامك، وقلت لو انت بتستفز الاهلي هتتغلبوا اتنين بجد. والله قلت قبل الماتش ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا، او بيومين. عشان انت فقدت في الماتش ده مجهود كبير، اولا مجهود ذهني عالي جدا جدا، مجهود بدني عالي جدا جدا، مجهود فني من اللعيبه عالي جدا. لان اللعيبه انت عارف، انت اكيد انت لعبت كوره، لما بيبقى في مناسبه حلوه قوي وانت داخل تحت ضغط ان انت عايز تقول انا كريم، فانت بتطلع فيها كل حاجه، حتى الكلام المدرب. ما انت بتطلع، انت بتتفوق على المدرب في كل حاجه كمان. فاللعيبه فقدت في الماتش ده حاجات كتير قوي قوي قوي، مش هيلحقوا يلموها في يومين، استحاله. زائد ان انت بتلاعب فرقه
انا شايفها انها سان داونز كده، يعني فرقه شكل سان داونز كده، فرقه اصعب بقى يعني على ليفل اعلى، ليفل برازيل وامريكا الجنوبيه. فتخيل انت سان داونز في افريقيا عامل ازاي، وان هو بقى الفريق المرعب وفريق البرازيل، هو جالك بقى الاصل بتاعه. ففريق بيلعب كوره من رجل لرجل، فريق بيلعب في عمق الملعب قوي، بيستخدم الاطراف يعني على يجمع وتلاقي مره واحده فتح بره بيبقى فيه مساحات. ففريق مقرف كرويا يعني بلغه الكوره، مقرف متعب. مقرف. في فرق بين مقرف ومتعب. المتعب اللي هو يتعبك، لكن المقرف اللي هو انت مش عارف الكوره فين، وهتقعد تجري ورا الكوره ومش عارف تلم نفسك بسرعه. البرازيل كمان ملوك الاستحواذ قوي. وبعدين يعني شوف حتى لما جابوا الجون اخر ربع ساعه كسروا ريتم الماتش، بقى يمسك كرة في رجله ويطلع عليها، وتغييرات المدرب يعمل كذا تغيير عشان يوقف ريتم الماتش وسرعة. يعني حاسس النادي الاهلي هو متكتف مش عارف يرجع للماتش. معاهم مدرب كبير كمان. يعني خلينا نتكلم، خلينا المدرب ده ماسك منتخب البرازيل بالظبط بالظبط، وخسر 3 ماتشات الاخيره مع منتخب البرازيل في التصفيات، يعني خسر من كولومبيا والارجنتين والاورجواي. ماسك المنتخب، هو ماسك مؤقت. مؤقت يعني هو واخد مع فلومينينسي بطوله امريكا الجنوبيه بالظبط. فاحنا ما كانش المفروض، يعني خليني انا مش عايز اتكلم على كولر، لان انا رايي في كولر من زمان يعني. لا اتكلم، يعني عايزك تقولي النهارده اداره الماتش مزايقه ما اشدنا بيه في ماتش اتحاد جده النهارده، ليه اخطاه؟ يعني احنا ما ينفعش نضغط بنفس بالشكل اللي احنا ضغطنا بيه على اتحاد جده. ما ينفعش خالص، ضغط عالي. ضغط عالي ونضغط في مناطق الكوره، ما ينفعش. كنا نعمل كده النهارده، وكان لازم هو يعرف ان احنا فقدنا شكل كبير قوي من اللياقه بتاعتنا. واهم حاجه اللياقه الذهنيه، هي دي اللي خلت اللعيبه تضيع فرص سهله قوي 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 قوي. اللي هو ابننا الصغير ممكن يدخل يحط الكور دي جوال، بالذات تاو كهربا اللي هو بالهيدرز الانفراد خالص، وحسين الشحات كان في النهارده كمان. الماتش اللي فات بقى كان في كل حاجه ممكن تتكلم عليها ايجابيه، انكار ذات، ان انا ممكن ما اجيبش جول لو انا بس ممكن احطه لزميلي، عايز اكسب وخلاص، عايز اقول انا الاهلي، وهم قالوا كده فعلا. عشان كده بقول لك انا البطوله كانت بالنسبه لي الماتش ده. فان تفضل كبير في الوطن العربي، تفضل كبير في افريقيا، ده كان ليه مردود كبير جدا جدا على النادي الاهلي. فالماتش ده ما ينفعش كنت تلعبه بالشكل ده. وحتى اللعيبه كمان بدات تفكر، يعني حسين الشحات النهارده في كذا مناسبه كان ممكن يعمل باص او يفكر ان هو يجيب الجول. تاو نفس الكلام، كهربا نفس الكلام، فرص. خلي بالك انا بتكلم في كل ده وانت كان ممكن تكسب الماتش. يعني بص انا بتكلم في ايه، عشان كده بقول لك انا زعلان عشان كده. ما انا بقول يعني انا بقول لك كان ممكن الاهلي. انا واقعي. انا واقعي قوي. اللي احنا حصل لنا في ماتش اتحاد جده هيأثر عليك بالسلب، وكان ممكن تكسب الماتش ده كمان لو حطيت، يعني لو قارنت الفرص بتاعتنا بالفرص بتاعت الفريق المنافس، هتلاقي ان فرص الاهلي كانت الاخطر والاسهل. كان عندهم كورتين في العارضه والقائم الشوط الاول. انا بكلمك في ايه، انت فرصك اسهل. يعني الوان تاتش اللي جت في القائم الايسر بتاع الشناوي دي، يعني دي صعبه. صعبه. انا بكلمك انت جالك فرص سهله، انت والجون سهله جدا تركينها بالظبط. وجالك 3-1، حسين وتاو والشحات، كهربا وتاو والشحات. يعني لو فاكر الفرصه دي اللي حسين خدها، وتاو قطع اصلا غلط كمان لجوه، في مفيش اللياقه الذهنيه مش موجوده. اللياقه الذهنيه لو موجوده النهارده كان كهربا حط الكره دي جول، كان تاو حط الكره اللي بالهيد دي جول، كان حسين الشحات حط كره من الكور اللي جات له دي جول، كان تاو الكره اللي اتاخر فيها في الشوط الاول دي قعد يتباطا لغايه لما الراجل اللي عنده 40 سنه جه عمل تاكلينج عليه. ما يعني كان الماتش في المتناول، لكن انا مش زعلان، لان كان اداء الاهلي مشرف جدا في ظل ان انت رايح كريم من غير فرويد. ايوه انت رايح من غير راس حربه. انت بتلعب كهربا راس حربه، هو مش راس حربه. عشان كده في بعض المناسبات كهربا المفروض يقطع قطعات الفرويد، هو ما عندوش ملك ما بيعملهاش بالظبط، لكن هو كتر الف خيره. مش تقليلا منه، بس هو في مواصفات للمهاجم المحطه الصريح اللي هو مهاجم رقم 9 جوه ال 18 مش عندك كهربا. كهربا مهاري بالظبط. كهربا اللعيب اللي هو الوينجر، اللعيب اللي هو بيحب يلعب كوره. دي كارثه يا كابتن عبد الحميد. ان انا النادي الاهلي بحجمه ده ما يبقاش عندي مهاجم. انا معجب وامشي محمد شريف ابيعه وانا ما عنديش واجيب مودست. انا معجب صح، انا معجب. بس دي في الاول وفي الاخر انا دايما بعتب عليها على المدير الفني. ايوه المدير الفني لازم يقول لا انا عايز. ما هو قال لك انا عايز وجاب مودست. ما ينفعش انا عايز لو الاداره، وانا اعتقد ان اداره الاهلي دايما بتوفر للمدير الفني اللي هو عايز. جاب مودست بناء على كولر بس ومشيت شريف بناء على كولر. وجبت صلاح محسن بناء على كولر. ومشيت صلاح محسن تاني او استبعدته بناء على كولر. فكولر انا يعني في علامات استفهام كتير جدا جدا، لكن هو بريء من اللي حصل في الماتشين اللي فاتوا.
أنهي ماتشين؟ اللي هو الماتشين في كاس العالم للانديه. يعني انا ما ينفعش ادينه انا ماتش اتحاد جده. لا انا اشكره جدا. أيوة ان هو أنا دفع قلنا هاي دفع الماتش هاي. بس النهارده كان لازم يتدخل بدري في الشوط الثاني. هو كان لازم يتدخل بدري من زمان من زمان جدا. لكن هو معروف, هو ستايله الفني معروف. انا عشان كده بقول لك انا في علامات استفهام كتير جدا عليه. لكن احنا الماتش اللي فات لو كان كوكا كان ظهر بشكل سيء كان كنا نمشيه. كنا نمشيه بعد الماتش. خلي بالك احنا كجماهير كنا نمشي كل ازاي تعمل كده. لكن الراجل اكتشفنا برنس في المكان. واحد واقف ستايل صغير, عنده ثقه ملهاش حدود. عامل تاكلينج في حته ما ينفعش حد يعمل فيها تاكلينج خالص. وعارف عمل دور كويس مع علي معلول لما كان بيتقدم وشايف الدنيا. عامل سكان على الملعب كله, بيغير اتجاهات الكوره. الغريب بقى كابتن عبد الحميد ان كولر ما اعتمدش على ديانج خالص في البطوله. يعني نزله الماتش اللي فات في الاخر, النهارده حتى ما نزلوش خالص وبدا باكرم توفيق. غريبة ان اليو ديانج هو اللي كان بيلعب على طول مع مروان عطية. ما انا عشان كده بقول لك ايه, اكرم لو النهارده اللي كان كويس كنا نقول والله ده الراجل. انا وجهة نظري في كولر, لا كولر مش هو بشكل عام مش احسن حاجة. مش النهارده او ماتش اتحاد مش احسن حاجة. مش احسن حاجة كايه بقى؟ كنادي اهلي. احنا دايما واخد خمس بطولات مع الاهلي السنة اللي فاتت. انا هقول لك, ما هو اي حد بياخد مع الاهلي بطولات. اي حد خمس بطولات في موسم واحد. اي حد موسماني خد. موسماني برضو من المدربين القليلين جدا انا شفتهم في حياتي. خلي بالك احنا الاهلي بينجح يعني اي حد طبعا. والزمالك بينجح اي حد. الاهلي والزمالك بينجح. الاهلي والزمالك لما يقولوا ناس احنا مش ما كناش عارفينهم الدنيا كلها عرفتها. اي حد بيروح الاهلي بيروح الزمالك الناس كلها بتعرفها. فعشان كده بس احنا عندنا مشكله, احنا دايما بنرضى باقل حاجه. ما ينفعش في العمل العام ترضى باقل حاجه. طالما انت عندك الامكانيات انت تجيب احسن حاجه تليق باسمك انت, تليق بمكانتك, تليق بقدرك الفني وقدرك المعنوي, لازم تجيب احسن حاجه. لكن كلعيبه كمدرب كجهاز فني كجهاز انا ما هو المدرب اللي بيعمل لك كل حاجه. المدرب اللي بيدير لك المنظومه كلها بناء على ثقه مجلس الاداره. وانت في اهلي او زمالك بتدي المدرب كل الصلاحات وكل الثقه. تمام. فاحنا اول ما المدرب يجي ونشوف الفرقه بدات تلعب كوره بس او بقى لها شكل هجومي, احنا جبنا احسن مدرب. لا طبعا لا طبعا. فانت عندك, انا بتكلم برضو على الناديين الكبار اللي في مصر وفي افريقيا وفي الوطن العربي, الاهلي والزمالك. انت عندك الدوري وافريقيا واللعب اللي هو بتاعنا بتاع الوطن العربي وافريقيا, ده محسوم بالنسبه لك او شبه محسوم بالنسبه لك. انت في المناسبات الكبيره اللي زي دي لازم بقى تكون واقعي جدا فيها. هل انت هتجيب لعيبه بفلوس كتير جدا 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 عشان تعمل ريسك في ماتشين في كاس عالم الانديه بس؟ هل انت مستعد لكده؟ اعمل كده. لو انت شايف, ما انت كسبت اتحاد جده فريق عالمي, فريق عالمي ونجولو كانتي وكريم بنزيما لا دول النسخه العربيه. اللي انا شفتهم دول النسخه العربيه مش النسخه الاوروبيه. دول بيلعبوا بيتمرنوا ب 25% من اللي كانوا بيعملوه في انديتهم. يعني ده مش كريم وده مش كانتي وده مش دول. دول النسخه العربيه لما جت هنا. وده طبيعي جدا وارد جدا ان انت بتيجي دوري بتبقى مقفل اللعبه في عندك في فرنسا. عملت كل حاجه, منتخب فرنسا, ريال مدريد, تشيلسي, مش عارف, لعيبه كبيره جدا ريال مدريد. فلما تنزل لمستوى سي مثلا, طبعا اي دوريات بالنسبه لهم مستوى سي ومستوى كمان بعد السي كمان. فانت لا, انت مش نازل تدور على ذاتك باستثناء كريستيانو. يعني باستثناء كريستيانو, لان كريستيانو جيناته كده, هو مخلوق كده. انسان مخلوق بيدور على رونالدو بالظبط, دور على الانجاز. فاتحاد جده او يعني مش عايز اسمي, لا اعتقد ان هو ضرر للكره السعوديه ان انت تجيب اسماء بالاسم ده بالاحجام دي عشان تيجي تديها يعني نفس القصه دي. فاعتقد ان هو مش هيفيد الكره السعوديه في حاجه. بالعكس. فعشان كده انا ما كنتش قلقان من الماتش قوي. لكن انت كاهلي انت عملت اسم كبير جدا تاني. والناس قالت لك لا الاهلي ما ينفعش خلاص يتحط تحت ضغطه, ما ينفعش يبقى فيه مقارنات يعني بشهاده الجميع. وفي نفس الوقت النهارده كان تكسب. طب انا عايز اسالك بقى سؤال مهم. اتفضل. انت بتقول انت يعني في كولر في حاجات كتير ما بتعجبكش فيه, مش من النهارده يعني, من قبل كده. اوكي. انت لو مدرب الاهلي النهارده تبدا الماتش ازاي؟ قول لي بقى عبد الحميد حسن هو المدير الفني للنادي الاهلي النهارده امام فلومينينسي البرازيلي, تبدا الماتش ازاي؟ ولو الماتش مشيت باحداثه اللي احنا شفناها النهارده تعمل ايه؟
الشوط الثاني. انا ما اقدرش اقول لك ابدا الماتش ازاي لان انا مش عايش مع اللعيبه، لكن اقدر اقول لك ان انا ممكن اتدخل امتى. ماشي، يعني ابدا اعمل تغييراتي امتى. ابدا اشوف المجهود، انا عندي محللين بره كتير جدا. عندي حد يقول لي خلي بالك ده الاهلي لو مش عامل كده تبقى، يعني الاهلي لازم يعمل كده. خلي بالك ان اكرم خلاص الفتنس بتاعه بدا يقع. خلي بالك ان انت مش لازم تضغط على الناس دي. انا عندي ناس وعندي جهاز بره، لازم انا كمدير فني يعني انت كمدير كره ساعات بتتدخل، ما انت غصب عنك انت لما تشوف الدنيا لا المدير الفني مش شايف، ما انا لازم اساعده. لا ما ينفعش اضغط، ما انا لسه لاعب ماتش، ما ينفعش اضغط ضغط عالي من قدام، ما ينفعش اعمل مجهود في ماتش، ما ينفعش اضغط في مناطق الكوره. لازم اضغط على المساحه، يعني لازم انا اعمل نفسي مساحه وابدا اشتغل على المساحه. ده الطبيعي جدا. بس هو عمل كده في الشوط الثاني لما لعب زون ونزل وبدا يلعب على المرتد. ما عملش كده، هو الفريق اللي اجبره ان هو يعمل كده. في فرق ان انا ابقى نازل انا عامل الدنيا بتاعتي وعامل السياسه بتاعتي وعامل السيستم بتاعي، في فرق ان انا الفريق يخليني اعمل كده غصب عني. تمام، يحصل لي حاله توهان. ف دي نقطه ان انا ما اضغطش. ايه تاني بالظبط؟ اتدخل ان انا اتدخل لما كان في انت النهارده شفت المفروض كان يتدخل امتى؟ في الدقيقه 55 بعد 10 دقايق من الشوط الثاني. كنت قاعد بتفرج مع حسن ابني، قلت له يا حسن لازم كولر دلوقتي ينشط، ينزل ثلاثه، يطلع كهربا ويطلع امام ويطلع اكرم، ان بدا الاهلي اداؤه يقع. انا حسن كان باعت لي عشان انا اتفرجت على الماتش برضه، حسن ابني برضه حسن ابنك بتاع حسن ربنا يخليه قال لي احنا نغير امتى. اه على فكره فقلت لازم في دقيقه 55 60 انشط وانزل ناس عندها باور وتجري دي الكارثه. الكارثه ان انت كمدير فني، عشان كده بقول لك ايه، لازم نجيب ناس ما ينفعش احنا نعدل عليها. ما ينفعش ان خلاص العموم او الراي العام او الجماهير، لان الجماهير دلوقتي عارفه كل حاجه، كله بيفهم في الكوره، كله بيفهم ودي حقيقه. فما ينفعش ان انا اعدل عليك. ما ينفعش ان انا اقول لك انت منزل رامي ليه النهارده؟ انت منزل رامي ليه؟ يعني انت منزل رامي في الدقيقه حاجه و90 عشان دي حاجات شرفيه بقى خلاص، عشان نديله ممكن مفيش كلام احساس الملعب عشان ممكن احتاجه في الماتش التالت والرابع. انت مقتنع بالكلام ده بجد؟ هو اكيد تفكيره كده، بس هيكون ايه غير كده؟ لا دي تبقى كارثه. انا عايز اعرف هو ليه نزل. انا ده هو عمل ثلاث تغييرات في الدقيقه حاجه و90 او تغييرتين في الدقيقه يعني. انا عشان كده بكلمك ان احنا لازم يكون في ناس اعلى من كده بكتير جدا، مع ان انا بقول لك ايه، هو بريء من اللي حصل. احنا بنلعب في مستوى تاني خالص، بنلعب بافكار تانية خالص، بنلعب في ايام مضغوطه احنا مش متعودين عليها هنا، بنلعب نسخ عاليه جدا جدا جدا. احنا ما عندناش المنافسه للاسف، كمان حاله نادي الزمالك ما تخليكش ان انت تدخل في منافسه شرسه محلية. زي زمان ان انت كمان تبقى مستعد انت تقابل الليفل اللي احنا بنقابله ده. فانت يعني انت رايح في حته تانية خالص. انا بقول لك ماتش اتحاد جده احنا يعني نفس المستوى، نفس المستوى، وان كان انت تتفوق عليه بالدوافع اللي هو خلقها لك الفريق المنافس والجماهير والاعلام. باستثناء كده لا، انت بتلعب في مستوى تاني خالص خالص. انت مش جاهز له، انت مش محضر له. انت خلينا نتكلم كواقع. لو كنا كسبنا في لومانينسي كنت هتقول نفس الكلام؟ كنت انا قايل نفس الكلام قبل كده، يعني انا نفس الكلام قبل كده، لان انا بقول لك انا واقعي جدا، انا ما بروحش للراي العام خالص. انا عندي راي وعندي افكاري وعندي، انا بحب التدريب جدا جدا جدا، فعشان كده دايما بشوف اللعيبه في شكل المدرب. مدرب بيبان كل حاجه في لعيبته، كل حاجه. هادي هتلاقي اللعيبه هاديه، المدرب عصبي هتلاقي اللعيبه عصبيه، المدرب متزن هتلاقي اللعيبه متزنه، المدرب شكله بيلعب بشكل هجومي، كل حاجه هو من المدرب اللي واقف لك بره على الخط، هو اللي بيديها لك. فعشان كده انا دايما شايف لعيبه النادي الاهلي شايف كولر فيها. عشان كده بقول لك هو بيلعب في مستوى صعب جدا، يعني البطوله صعبه جدا جدا طبعا. وكمان انت لو كنت طلعت كمان للسيتي انت ما كنتش هتشوف كوره. صح، لعبنا قبل كده بايرن ميونخ ولعبنا ريال مدريد لعبنا بالميراس وساو باولو يعني لعبنا ما يعني لعبت وعملت ماتشات كويس. ايوه تمام. انت بتلعب، لعبنا بايرن ميونخ السنه اللي قبل فاتت، انت بتلعب السنه اللي فاتت لعبت ريال مدريد وعملت ماتش كويس والدنيا بس فتحت في اخر 10 دقائق، بس كان ماتش حلو والاهلي كان بيوصل وسجل في السيتي. الفرقه الوحيده اللي مختلفه عن الناس دي كلها. انت عارف انت بتحب جوارديولا قوي. او السيتي اصل السيتي ده لو شافك ميت هيقعد يعزي فيك برضه، يعني لو شافك انت بتموت هو ما عندوش رأفه. لكن انت كنت بتلعب بايرن ميونخ، لا كان في موضوع، كان موضوع سهل شويه. ريال مدريد هو كان عارف ان هو الدنيا كويسه وجميله، لكن السيتي دي فرقه رغم ان السيتي دلوقتي مش في احسن حالاتهم في انجلترا، دول ما تأمن لهمش في حاجه. هتشوف دول ما تأمن لهمش في حاجه لعيبه، وده موضوع تاني خالص بقى، يعني احنا بعيد عنه خالص.
فالموضوع ان احنا زي ما قلت لك كده، انت عايز تطلع لليفل اعلى بحيث ان انت تلعب لما تروح كاس العالم انديه تبقى انت فعلا عايز تعمل حاجه، لازم يبقى عندك الكواليتي او اتنين حتى بس يحققوا لك التارجت ده. الاثنين لعيبه اثنين لعيبه يعني على الاقل على الاقل على الاقل جناح وفرد على الاقل لعيبه يعني كواليتي عالي بالظبط، اللي هو اللي هو من اقل من انصاف الفرص يجيب لك اهداف. خلي بالك دي اخر كويس. اخر نسخه لكاس العالم بالشكل ده، اللي جاي اللي جاي 25 هتبقى كاس عالم كاس عالم. ما انا بقول لك زي المنتخبات اللي جاي كارثه. 32 فرقه 8 مجموعات، كل مجموعه فيها اربعه يطلع اول وثاني، تلعب دور 16 دور 8 تتلعب على مدار شهر. اللي جاي كارثه في شهر 6 اللي جاي شهر كتير جدا علينا سنه 2025 دي اخر مره هنشوف كاس العالم بالشكل ده بالشكل الجميل. فعشان كنا عشان كده كنا نتمنى ان الاهلي يعني يوصل للنهائي. طيب نطلع فاصل يلا ونرجع نتكلم على ماتش مانشستر سيتي بكره مع اوراوا ريد دايموندز الياباني بطل اسيا. انت عارف بتحفظ الاسماء دي ازاي؟ لا انا ما طول النهار كنا في الراديو بتحفظ اسماء غريبه ثقافه غير طبيعيه. ونتكلم كمان على فرص الاهلي في مباراه الثالث والرابع، ومفروض اليومين دول الاهلي يعمل ايه عشان يبدا يرجع لحالته تاني ويستعد ان شاء الله، عشان عندنا امل كبير ان الاهلي يحصل على المركز الثالث ان شاء الله ويحافظ على انجازه اللي دايما بيعمله. كنا عايزين احسن لكن خلاص احنا دلوقتي عندنا هدف الحصول على المركز الثالث. بعد الفاصل نكمل مع كابتن عبد الحميد حسن. طيب بكره مباراه ثانيه في الدور قبل النهائي، مانشستر سيتي بطل اوروبا مع اوراوا ريد دايموندز الياباني بطل اسيا. اللي هيكسب هيوصل نهائي يلاعب فلومينينزي البرازيلي، واللي هيخسر هيلعب على الثالث والرابع مع الاهلي يوم الجمعه ان شاء الله. كابتن عبد الحميد انا عارف عشقك لمانشستر سيتي وكلنا طبعا عارفين مانشستر سيتي وقوته، هل الفريق الياباني بكره بطل اسيا اوراوا عنده اي فرص للفوز على مانشستر؟ اي فرص؟ خالص خالص خالص، هي الكره فيها كل حاجه. بس النهارده حتى معلق المباراه قال النهائي خلاص حدده. قال طبعا انتوا هتسالوني يعني انا ليه رشحت السيتي، لان السيتي لو خسر تبقى حاجه دي من عجائب الدنيا، من عجائب وغرائب الدنيا فعلا، ودي فعلا حاجه تبقى حاجه استثنائيه قوي. لكن ممكن يعني لو حتى واحد في المليون ممكن، بس صعب صعب صعب. السيتي جاي من بس بيقول لك هالاند ودي بروين لسه يعني متعورين مش جاهزين، مش فارق مش فارق. لا 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 يعني هم جايين كمان من تعادل وكانوا متضايقين جدا، فييجوا يطلعوا هنا كل حاجه بقى في في البطوله دي ومحتاجينها جدا عشان يكمل سلسله البطولات بتاعته جوارديولا، وهم يستاهلوا بصراحه. يعني كابتن عبد الحميد حسن يدي كام نسبه الفوز لمانشستر سيتي؟ اديهم 100% 100% مفيش اي نص في الميه لاوراوا. لا 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 انت لازم عارف يعني... لو اوراوا كسبوا لا اعمل اي حاجه. الحمد لله ماليش انا يعني. تمام. طيب الاهلي بقى يعني الواقع زي ما انت بتقول ان اوراوا يخسر ويلعب مع الاهلي على 3 4، اعتقد اوراوا في المتناول بالنسبه للاهلي، في المتناول جدا، بس مش سهل برضه. لو احنا لا مش سهل. لو احنا يعني ريحنا لعيبه كويس قوي و ريكفري بقى كويس. طبعا لازم ريكفري، لازم يعملوا ريكفري. خلي بالك الاهلي عنده يوم زياده كمان راحه عن اوراوا، لسه هيلعب بكره. بالظبط، بس هو هيبقى لاعب ماتش. لا هو لعب برضه مع بطل امريكا الشماليه، وخلي بالك كمان هو زي الاهلي هيلعب ده لعب يوم الجمعه مع هيلعب ماتش بحوالي 4 ماتشات يعني. هيجري ماتش هيجري, هيجري كميه جري، هما جريين انت عارف بتوع اسيا واليابان جريين يعني. مش اكتر من الدوري الانجليزي يعني، مش اكتر من الجري اللي في الدوري الانجليزي. انت الدوري الانجليزي انت بتقعد تنهج وانت بتتفرج عليه وتحس ان اللعيبه 13 14 تحس انها ما بتحرقش يعني، حاجه غريبه جدا. هم وصلوا لمستويات، عشان كده بقول لك احنا بعيد قوي عن المستويات دي، احنا بعيد قوي عن التمركزات وبيجري امتى وستايل اللعب وكل حاجه، كل حاجه بالورقه والقلم هناك وكل حاجه. الموضوع مختلف خالص يا كريم خالص. انت لو قريت لحد بره التدريب ازاي واداره العمليات التدريبيه ازاي والاداره العامه في الكوره ازاي، انت هتستغرب ان احنا يعني احنا ما عندناش حاجه خالص الحمد لله يعني، بس ما عندناش حاجه خالص. لكن انا عايز اتكلم بس على جماهير الاهلي، المفروض ما يكونوش هم زعلانين، لان جماهير الاهلي هم طماعين جدا وده حق مشروع، بس احنا لازم نكون يعني على ارض الواقع زي ما انا اتكلمت في الاول. احنا رايحين بطوله كبيره جدا،
اخر نسخه زي ما انت اتكلمت فيها دي، النسخه اللي جايه تبقى صعبه قوي، النسخه اللي جايه تبقى صعبه جدا جدا. فاللي هيروح يعني هيبقى رايح الاهلي رايح على فكره بالظبط. الاهلي تاهل خلاص لكاس العالم 2025. فلازم هم، وهم مفتخرين بالنادي، هم بالنسبه لهم برضو ان الماتش اللي فات ده كان ماتش حلو قوي، كان ماتش شفنا فيه الاهلي اللي بجد، شفنا فيه الاهلي لما ينزل يعني منتشي، ولما ينزل عنده طموحات وعنده دوافع كبيره جدا جدا. وكله كان فخور بالماتش اللي فات تحديدا كمان. ديربي حلو، ديربي عربي حلو، فلازم ما يزعلوش. ومش هناخد كاس العالم بسهوله، ومش هنطلع الادوار النهائيه بسهوله. احنا رايحين كاس العالم ما معناش سترايكر، ما معناش فاروق، حتى موديست كمان حاجه غريبه جدا. حاجه غريبه جدا. جمهور الاهلي فرحان ان هو اتطرد، حاجه غريبه جدا. هو كان خايف. انت رايك ايه في موديست؟ لا هو مش دلوقتي موديست قبل كده كان لعيب كبير ولعب في الدوري الالماني وبروسيا دورتموند واعتقد لعب برضه فين في المانيا قبل بروسيا دورتموند افتكر. بص هي غلطه، هي غلطه والكل ليفركوزن لعب في هي غلطه والكل اعترف بيها ان هي غلطه كبيره، وما كناش متوقعين ان هو يظهر بالشكل ده. بس احنا لازم نتعب شويه في اللعب، يعني لازم نتعب شويه. احنا بنشوف لعيبه، تحليل اللعيبه قبل ما تشتري وتشوف طبعا لازم تشوف هو فين ومستواه ايه وفتنسه ايه واخر ماتش لعبه ايه واخر كام ماتش لعبه. لان انا دايما وانا اتكلمت معاك قبل كده في القصه دي، وبقاله سنه وشويه ما لعبش، دي كانت مشكله كبيره في حد ذاتها. انا ما كنتش اعرف 35 سنه وانا برضه ما كنتش اعرف كده. هو معدي 35، جابوا لنا الاهداف بتاعته لما كان في ليفركوزن وكان في بروسيا دورتموند، جاب اهداف جامده وليفل عالي الدوري الالماني وكواليتي كبير. انا بتكلم في النقطه دي، انا ما بقتنعش بحاجه اسمها خبرات، ما بقتنعش بحاجه اسمها نجم. انا الخبره في النجاح، ان انت دايما ناجح خصوصا في الكوره او هو في كل المجالات، لكن في الكوره ما فيش حاجه اسمها خبرات، في حاجه اسمها انت واصل لغايه فين في النجاح. انا ما ينفعش اجيب مدرب السنه اللي فاتت كان محقق كميه نجاح كبيره جدا وبعدين حصل له اخفاقات كبيره جدا، انا لازم اعرف ليه. السبب، هل هو كان ناجح بالصدفه؟ هل هو كان ناجح في ظروف ما ساعدتوش بالظبط؟ هل هو فشل باد لك؟ لكن لازم اعرف، خصوصا انا جاي فريق كبير، جاي فريق ما عندوش اصلا تارجت غير المركز الاول والمنافسه الدايمه. بحجم الجماهير اللي انت بتشوفها دي، انا بتكلم كمان على اهلي وزمالك، لان الفرق دي لازم تروح في حته كمدربين ابعد من كده بكتير. فلازم اعمل سيرش كويس قوي على اللعيب، سيرش كويس قوي على المدرب، لازم اعرف ان مفيش حاجه اسمها نجم، نجم كل يوم نجم. مفيش ماتش العب وابقى نجم فيه والماتش اللي بعديه. قبل ما اشتري حد او اتعاقد مع حد لازم اجيب التفاصيل الديتيلز بالظبط واتابعه الفترات اللي فاتت، واعرف زي ما انت بتقول نجاحه في الحته دي، فشله في الحته دي، الفتره اللي قبل ما اتعاقد معاه كان عامل ازاي بالظبط. لان هو هيدير منظومه كبيره جدا، هيدير منظومه وبندفع فلوس كتير. يعني موديس ده احنا جايبينه $1,500,000 كتير كان رقم جامد. طيب الاهلي يعمل ايه في ماتش الثالث والرابع؟ هل كولر يثبت التشكيل زي ما شفنا هو مثبت التشكيل ما عدا تغيير اكرم مكان احمد نبيل كوكا، ولا يدي فرص بقى لبعض اللاعبين عشان يشوفهم في الماتش اللي جاي، ولا ايه بالظبط؟ هو مفيش مجامله في البطولات الكبيره دي، مفيش مجاملات ان انا ادي فرص للعيبه والكلام ده كله. انا لازم اشوف انا الاحسن لي ايه. انا سمعت ان هو كان منفعل جدا النهارده في المؤتمر الصحفي وسالوه على التغييرات وتاخرت برضه في الدقيقه بس دي عادته الفترات اللي فاتت، هو بيتخانق على طول مع الصحفيين في المؤتمرات الصحفيه بعد الماتشات، خصوصا الماتشات اللي الاهلي بيعمل فيها نتائج سلبيه. هو ده، ودي المشكله، ان احنا دايما في النتائج السلبيه دايما نفتكر الاخطاء اللي بتحصل قبل كده والتغييرات واللعيبه وليه ما لعبتش وليه. لكن لما في مكسب انت ما بتفتكرش حاجه خالص، بنسقف بس. ودي المشكله. وانا كسبان لازم اشوف الاخطاء، وانا كسبان لازم اكلم الراجل السلبيات. يعني وانا كسبان لازم اكلمك في سلبياتك مش وانت خسران، لان وانت كسبان هيبقى عندك ساعه صدر انت تسمعني وتسمع انتقاداتي وتسمع اسئلتي وهتبقى مبسوط قوي انت بتتكلم فيها. لكن وانا خسران وانا مضغوط اصلا وطالع ومغلوب 2-0 وسايب كاس عالم انديه كنت المفروض اروح فيه يعني عشان جماهير الاهلي، فطبعا الضغط هيسبب له اللي احنا شفناه ده. لكن هو لازم عنده، طبعا هو مدرب نادي الاهلي لازم عنده برده ساعه صدر اكبر من كده، ولازم يتلائم مع التغييرات فعلا. يعني التاخير في التغييرات بالظبط بالظبط. فهو ما ينفعش ان انا الاعب لعيب لمجرد ان انا اشاركه في كاس العالم خالص، ما ينفعش خالص. مدرب محترف وماسك فرقه كبيره، لازم اشوف المركز الثالث ده اقل تارجت ممكن تطلع بيه انت كنادي اهلي بعد العروض اللي انت قدمتها. خصوصا كمان هتبقى شكلها وحش لو انت اتغلبت من بطل اسيا بالظبط بالظبط، فريق ياباني برضه كمان. لا بعد العروض اللي انت قدمتها وبعد ان انت بقى عندك امل كبير جميل النادي الاهلي انت تطلع مركز تاني على الاقل او تطلع من المباراه النهائيه، فلازم يعني انت بتقول ثبت التشكيل
مع اجراء بعض التغييرات الصغيره طبعًا. لو حسب في لعيب تعبان، في لعيب مجد، بالظبط، في لعيب مثلا محتاج مستوى بالظبط، اكيد في لعيبه مستواه البدني، لكن الهيكل الاساسي زي ما هو. اكيد اكيد ما ينفعش. طيب عايز اكلمك بكره عشان الوقت بس، عن ماتش سان داونز بكره هيواجه بيراميدز هنا في استاد الدفاع الجوي الساعه 6 الجوله الرابعه من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. بيراميدز الاسبوع اللي فات تعادل مع سان داونز هناك 0-0، كان مطرود منه واحد، وكان مطرود منه ابراهيم جلال، اسامه جلال سوري اللي هو المدافع مساك مساك. شايف ماتش بكره ازاي؟ واحنا عارفين سان داونز اقوى فرقه في افريقيا دلوقتي ومع الاهلي طبعا، وبيلعب بره زي ما بيلعب جوه في جنوب افريقيا. ماتش بكره هنا في مصر، انا شايف ان بيراميدز كعناصر ممكن تكسب سان داونز. ممكن، انا شايف ان سان داونز يعني برضو يعني هاله شويه كده في في الكلام وفي اللي بيتقال عليهم، لكن هم عندهم اخطاء كبيره جدا جدا، وعندهم الخروج بالكره خلي بالك من اخطر النقاط السلبيه عندهم الخروج بالكره، لان هو بدايه الهجمه من تحت بالظبط، انت ممكن تضغط عليهم في تقطع وتحط جوان. عندهم مشاكل كبيره جدا في الحاله الدفاعيه، بس الخط الهجومي بتاعهم قوي جدا قوي جدا، لان هم هادين على الكوره، عشان بقول لك شكل الفرقه النهارده قاعدين على الكوره وبيحطوا الكوره من رجل لرجل وصبورين جدا لغايه لما تظهر مساحه تمرير فبيحطوها عشان كده بيتعاملوا في الكوره بمنتهى السلاسه. لكن هم عندهم مشاكل كبيره جدا دفاعيه، عندهم مشاكل كبيره جدا في البطء التمرير في الحق في البناء. فممكن بيراميدز عنده عناصر، بيراميدز عنده غيابات، احمد الشناوي حارس المرمى جاله كسر في الضلع مش موجود، شريف اكرامي بكره حارس مرمى البيراميدز، اسامه جلال طرد في الماتش اللي فات، رمضان صبحي غايب، ومين تاني؟ وابراهيم عادل. ابراهيم عادل انا شايف ان هو مؤثر جدا، ممكن ياثر. رمضان مش مؤثر، ورمضان طبعا رمضان طبعا بس رمضان غايب، اعتقد ان هو غايب ما بيلعبش كتير. لا رمضان طبعا، لكن بيراميدز عنده فرصه ان يقدر يكسب سان داونز كبيره قوي، اذا كانوا يعني تعادلوا معاهم هناك ب 10 لعيبه فليه لا. بشكرك كابتن عبد الحميد، ربنا يخليك، بشكرك ومنور دايما كده، ربنا يخليك، انت اللي منور دايما، وعايزينك دايما تبقى معانا كده كل فتره يعني. يلا انا جاي، تروح العين السخنه انت بتختفي، انا جاهز، ما انت هتيجي حبيبي. بنشكر كابتن ميدو طبعا، كابتن عبد الحميد حسن نجمنا المميز طبعا، بنشكره النهارده، عنده اراء ووجهات نظر تحترم، وليه فكر كده طبعا يعني ما بيتاثرش بنتيجه ماتش او كده، بيبقى ليه وجهه نظر او بيقيم الموضوع بشكل كامل. النهارده فاجئني بشويه يعني تصريحات كده، لكن نتمنى له دايما التوفيق. كابتن عبد الحميد حسن من الشخصيات المميزه جدا، كان لعيب جامد كمان، وبشكر طبعا كل طاقم العمل النهارده في كوره كل يوم، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.